بعد وفاة الإسكندر الأكبر لم يجد له وريث، يعني إيه؟ ما كانش ليه أبناء، فقسمت إمبراطوريته بين قواده، وكانت مصر من نصيب بطليموس الأول. طب دولة البطالمة في مصر يبقى مؤسسها بطليموس الأول، واتخذ مدينة الإسكندرية عاصمة له. الدولة دي مرت بمرحلتين، المرحلة الأولانية مرحلة قوة وازدهار، ودي مرمز عهد بطليموس الأول وحتى بطليموس الثالث، وتميزت بقوة الازدهار في جميع مجالات الحياة، سياسية، اقتصادية، اجتماعية، ثقافية ومعمارية. أما المرحلة الثانية فتميزت بالضعف والانهيار، وبدأت منذ عهد بطليموس الرابع حتى كليوباترا السبعة. يجي لي سؤال، بما تفسر ليه سميت بمرحلة الضعف والانهيار؟ بسبب ضعف الملوك زي ما احنا متعودين، زيادة ثورات المصريين، وزيادة نفوذ روما، حتى أصبحت مصر ولاية رومانية. طب حضارة دولة البطالمة في مصر لقبت بإيه؟ بالحضارة الهيلينستية. يعني إيه حضارة الهيلينستية؟ هي مزيج بين الحضارتين المصرية والإغريقية، وتعد الإسكندرية أهم مركز إشعاع هذه الحضارة في العالم القديم. جوانب الحياة أو الحضارة البطلمية في مصر: الحياة السياسية مقسومة حاجتين، نظام الحكم ونظام الإدارة. نظام الحكم اعتبر الملك البطلمي نفسه صاحب البلاد. يعني إيه صاحب البلاد؟ واعتمد على إن هو حكم مطلق، يعني ملك وفرعون وإله، فما أقدرش إن أنا أكسر له أي أمر، فهو صاحب مصر وسيد رعيته وعلى الرعية الولاء. أما نظام الإدارة فحافظت على التقسيم الإداري لمصر، فقسمت مصر إلى 42 إقليم، والإقاليم إلى عدة مراكز، والمراكز إلى قرى تسمى قوم. اعتمد البطالمة على الإغريق اللي هم سكان اليونان في تولي المناصب المهمة في البلاد، واستخدم البطالمة اللغة اليونانية كلغة رسمية للبلاد. أما الجانب الآخر من جوانب الحضارة هو الحياة الاجتماعية. فعلى الرغم من ان الحكام البطالمه حاولوا يظهروا قدام الشعب المصري ان هم حكام وطنيين، الا انهم حافظوا على عاداتهم وتقاليدهم الاغريقيه، شجعوا هجره الاغريق الى مصر، واقاموا العديد من المدن التي حملت اسماء اغريقيه مثل نقراطيس، واقاموا العديد من معاهد الجيمنازيوم والمسارح لنشر الثقافه الاغريقيه. السؤال ده يجي لي سؤال دلل على، بالرغم من أن البطالمة حاولوا يظهروا أمام الشعب المصري في مظهر الحكام الوطنيين، إلا أنهم بخلاف ذلك دلل هنقول الأربع نقط اللي فاتوا. طب الجمانيزيوم يعني إيه؟ هي معاهد لها أدوار ثقافية وتربوية ورياضية واجتماعية. طب أما الحياة الاقتصادية، فكان بطليموس الأول طبعا دولته كانت متقدمة، يعني البطالمة الأوائل اهتموا بالزراعة، فاهتموا بأهم حاجة نظام الري، يعني أروي الأراضي إزاي، فتحوا الترع والقنوات، أقاموا الجسور، أدخلوا أدوات ري جديدة مثل الساقية، وأدخلوا زراعة العديد من الأشجار المثمرة زي الزيتون والتفاح والرمان، كما أنهم اهتموا بالحيوانات واستوردوا سلالات من حيوانات جديدة. طب الصناعة اهتموا طبعا بيها، واعتبر الملك البطلمي نفسه صاحب الصانع الاول، يعني احتكرت الدوله بعض الصناعات، يعني الدوله بس اللي بتصنعها، زي ايه؟ زي صناعه الزيوت والمنسوجات خاصه الكتان، لكنهم سمحوا للافراد بانتاج المنسوجات الصوفيه. طب ازدهرت صناعات؟ طبعا، زي الورق والزجاج والعطور والحلال. طب التجاره؟ هل اهتموا بيها؟ ففرضوا رقابة على الأسواق الداخلية، فرضوا الرسوم على التجارة الخارجية اللي هي الجمارك، استخدموا العملات المعدنية الذهبية والفضية في التجارة. الحياة الثقافية، فحرصوا على إنشاء المراكز الثقافية زي جامعة الإسكندرية ومكتبة الإسكندرية. ناخد بالنا لان في ولاد بتتلخبط ما بين الاثنين دول. جامعه الاسكندريه كانت اكبر دار للعلم في العالم القديم. يجيني سؤال دلل، ازدهرت فيها العديد من العلوم، فلك، جغرافيا، طب، جراحه، توصل علمائها الى الكثير من الحقائق والمبادئ العلميه زي دوران الارض حول الشمس، تقدير محيط الكره الارضيه، ومن اشهر علمائها اقليدس، وده وضع اصول علم الهندسه، مانيتون هو مؤرخ مصري وهو قسم تاريخ مصر القديم إلى 30 أسرة، وأرشميدس وهو صاحب قانون الطف.
يعني إيه جامعة؟ هي دار العلم يدرس فيه العديد من التخصصات سواء علمية أو أدبية. طب مكتبة الإسكندرية أول مكتبة حكومية عامة عرفها العالم القديم، عامة يعني إيه؟ بتسمح لأي حد هو يزورها مش ملك الشخص. أسسها بطليموس الأول، زودها بالكتب الأصلية باللغات المختلفة زي المراجع يعني والمصادر الأولية اليونانية الفينيقية الهندية جميع أنواع العلوم والفنون والأدب والمعرفة، وللأسف تعرضت المكتبة دي للتدمير. الحياة السياسية، سوري، أي حد حكم مصر فهو عارف أهمية العقيدة بالنسبة في حياة المصريين، فأدرك البطالمة ده فتقربوا لينا، اعترفوا بالديانة المصرية دينا رسميا للبلاد، أضافوا صفة التقديس لحكامهم يعني الحاكم كان مقدس، اهتموا بإنشاء العديد من المعابد مثل معبد الإله حورس في إدفو وإيزيس في فيلة، وظهرت عبادات كثيرة منها عبادة سرابيس، وأقاموا لها معبد اسمه إسرابيو في مدينة الإسكندرية. عبادة سرابيس دي مزيج بين الديانتين العمارة. منارة الإسكندرية إحدى عجائب العالم القديم، تم بناؤها في عهد بطليموس الأول، لكن مش هو اللي انتهت في عهد بنائها، فانتهت في عهد بطليموس الثالث. وناخد بالنا من السؤال ده لأنه بيجي كتير صح وغلط. طب وصفها عبارة عن مبنى على مكون من 3 طوابق مرتفع، أهميته كانت إرشاد السفن في البحر ليلا ونهارا. يعني إيه منارة بناء مرتفع زي ما إحنا قلنا؟ وبكده نكون خلصنا درس النهاردة.